دلوقتي جه معتنا مع رياضيا محليا وعالميا. فريق الأهلي حقق الفوز على الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري. بعد الفوز وصل الأهلي لنقطة 27 في المركز العاشر بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الجونة عند نقطة 28 في المركز التاسع. نادي الإسماعيلي حقق الفوز على نادي فاركو بهدفين نظيفين ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، وبالفوز ده رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 22 في المركز 13، بينما بقى فاركو بالمركز 17 برصيد 13 نقطة. فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك توج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وده بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2 بنهائي بطولة إفريقيا اللي بتستضيفها النادي الأهلي، وبكده تأهل الزمالك لبطولة العالم. مريم متولي لاعبة فريق الطائرة بالزمالك حصلت على لقب أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي احتفظ الزمالك بلقبها بعد فوزه على الأهلي. نجحت مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 139 لاعب ولاعبة في 21 رياضة، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبوه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس. فريق نانت اللي بيضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد تعادل مع بريست سلبيا في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، وبيحتل فريق بريست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبيحتل نانت المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة. فريق أرسنال فاز على فريق بورنموث بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر. فريق مانشستر سيتي فاز على ولفرهامبتون بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبيتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ممتاز برصيد 82 نقطة، بينما بيحتل ولفرهامبتون المركز 11 برصيد 46 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فاز على ريال مايوركا بنتيجة 1-0 على ملعب سون مويس، وده ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني. فريق برشلونة خسر أمام فريق جيرونا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 لمنافسات الدوري الإسباني، وقفز جيرونا للوصافة برصيد 74 نقطة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة. فريق ريال مدريد فاز على قادش بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سانتياغو برنابيو، وده ضمن مباريات الجولة 34 لمنافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وبخسارة برشلونة أمام جيرونا حقق ريال مدريد بشكل رسمي لقب الدوري الإسباني، وده بعد توسيعة الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة بينه وبين البارسا مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري. وبكده انتهت جولتنا الرياضية.